السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل اي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. وزارة العدل تعلن مضامين خطتها للتحول نحو نظام الاتمتة. اوضحت وزارة العدل ايجابيات ومضامين التحول نحو نظام الاتمتة في الدوائر العدلية، فيما اكدت انها قطعت اشواطا كبيرة في المشروع. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العيبي في بيان ان الوزارة تعمل على الاتمتة حاليا من خلال دوائرها في عموم العراق، والعمل جار على تدريب موظفي الوزارة على هذا النظام وابرام ذكرات تعاون مع بعض الدول والمنظمات للمساهمة في التدريب والتطوير. مؤكدا أن الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في هذا الجانب، وأكد متحدثا عن إيجابيات الأتمتة أن الوزارة تطمح وفق الإمكانيات المتاحة إلى تطبيق الأتمتة، كونها تسهل الإجراءات في كل الدوائر العدلية وتقضي على الروتين والتزوير وتحفظ الوثائق بطريقة علمية وصحيحة. وفي وقت سابق أكدت وزارة العدل توجيه دوائر التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات بالعمل وفق نظام الأتمتة، وفيما طرحت أبرز المتطلبات أعلنت فتح دورات لمنتسبيها لتطبيق النظام وتسهيل الإجراءات الروتينية. وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد العيبي في تصريح أن وزير العدل حريص على تطبيق نظام الأتمتة ووجه التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات للعمل بهذا النظام، مشيرا إلى وجود أكثر من دائرة من دوائر التسجيل العقاري بدأت العمل بهذا النظام، وهنالك دوائر بمحافظات عممت هذه التجربة بين كوادرها، ومنها دائرة التسجيل العقاري في محافظة الأنبار. وأضاف أن العمل بهذا النظام يحتاج إلى متطلبات تتمثل بالتخصيصات المالية الكبيرة وكوادر تجيد العمل على أجهزة الأتمتة، مشيرا إلى صدور توجيه بفتح دورات بهذا الخصوص، فيما بدأت في الوقت ذاته عملية أتمتة وأرشفة وتسهيل جميع الإجراءات الروتينية. وأكد العيبي مضي وزارة العدل في العمل على تخفيف المعاناة وجعل الأتمتة تصب في صالح المواطنين. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه في وقت سابق الوزارات والمؤسسات الرسمية بالعمل على نظام الأتمتة للقضاء على الفساد وتقليل الروتين.